تخيلوا معايا انه واحد شاب مغربي الله يعمر ليه الدار كيصلي كيقرا مزيان، يعني شاب في جميع الخصال المزيانه، ضرب عامين ديال الحبس بسبب الظرافه ديالو وبسبب المعامله ديالو الزوينه مع واحد السيده اللي ما كتسواش، صيفطاتو عامين ديال الحبس. فداك الشيء علاش الاخوان القصه للعبره، بغيتكم تكملوها من الاول حتى الاخر لانكم غتستافدوا ديال بصح، باش ما تطيحوش في الغلط اللي طاح فيه هذا السيد هذا. واي واحد عنده شي قصه يصيفطها ليا، ها هو الانستغرام ديالي، راه كنجاوب بنادم. فعلى بركه الله نبداو القصه ديالنا. القصه كتعود على واحد الشاب مغربي ظريف داخل سوق راسو، كيعرف غير القرايه غير الخدمه غير الصلاه، فهمتي؟ واحد السيد اللي منقاد البروغرام ديالو، يعني هو من داك النوع الشباب اللي فهمتي ما عندوش مع ديك اللعبه ديال خارج الطريق وداك الشيء. السيد متراسي اشنو باغي، متراسي فين باغي يوصل، ود عائله كبيره وعندهم تبارك الله الفلوس وداك الشيء، والدري نقي. كان كيتعرف على واحد السيده، هاد السيده هادي ماشي تاع المشكل هو ان السيده ماشي تاع صديقه ديالو ولا خطيبه ديالو. هو صارحني وقال لي ودي انا كنت كنبغيها، قال لي كنت كنبغيها وكتناوي معاه الحلال، ولكن هي ما كانت عاطياني هذاك لاكسي باش انني ندخل معاها او نطول العلاقه ديالي معاها. وهي كانت دايره معايا لي ليميت، دايره معايا الحدود. قلت لي دونك هي قالت لي، قال لي قالت لي حدنا في الصداقه وداك الشيء، غير هو انا كنت كنبغيها بزاف، قال لي كنت كنبغيها داك الشيء، علاش كنت كنتعامل معاها على اساس فهمتي بحال لي كنت كنهتم بها بزاف، وكنت موفر لها داك الشيء كامل اللي ما يوفروش لها شي واحد، كنت موفرو لها انا. فما علينا، هاد البنت هادي تعرف عليها في القرايه ديالو فين كان كيقرا، ما يمكنش يا الاخوان لنجبد فين كان كيقرا، هذا الطلب ديالو ما غاجبش شي معطيات اكثر باش نحترمو زعما الراي ديالو. داكشي اللي قال لي تعرف عليها فين كان كيقرا وداكشي، وكانت هاد السيده هادي كيمشي وكيخرجوا وكيديروا كافي العيبات. فما علينا، هاد السيده هادي هاد البنت هادي ما كانش عندها الفلوس، ما كانوش زعما كانوا والديها على قد الحال، ما زعما فهمتي كانوا فقراء من الاخر بالتعربيه تاع رابيش، وكانت بروفيتوز، كانت واحد الانسان مستغل، وكانت كتصاحب مع الدراري اللي لاباس عليهم وكت المهم راكم عارفين. فهو كان واخا هكا كيقول لها ودي ما تصغريش من راسها، كان كينصح فيها كيقول لها ودي راه الدراري ما كيسواوش، الدراري راه خايبين وهادي، كيعطيها النصائح وكيقول لها الا خصك شي حاجه راه نعطيها لك انا نوفرها لك. هي في الاول قال لي كانت رافضه، قال لي كنت كنبغي نعاونها ولا شي حاجه كتقول لي لا، زعما راه زعما بلا ما تعاوني انا قاده زعما براسي وداك الشيء. ولكن من بعد قال لي ولات كتاخذ من عندي، قال لي بل ولات متطلبه جدا، ولكن قال لي انا هذا الشيء كنت كنعطيه ليها زعما بالفرحات، ماشي ديك اللعبه ديال انه انا حقه ما حقه كنمشي كن زعما ديك اللعبه راه هي فارضه عليا ولا شي حاجه. قال لي لا انا كنت كندير داك الشيء عن حب، قال لي كنت كنخلص عليها القرايه ديالها بعض المرات، قال لي خاصها الشوبين، قال لي كنت كنمشي انا وياها الا بغات تشري حوايج ولا بغات تشري الروايح ولا شي حاجه اخر ما كاين، قال لي انا كنمشي عندها. قال لي درجه انه انا خديت لها تليفون الاخر، قال لي شريت لها تليفون الاخر. اخوان باش نحبسوا هنايا، ما ديروش هادشي دابا، هادشي اللي كان كيديروا السيد ما ديروش، وياكم ما ديروش، ما توصلوش هاد فهمتي، ما عمركم واخا تكونوا كتموت عليك البنت ما ديروش هادشي. فنكملوا القصه ديالنا. تخيلوا انه ما كان رابطه بها حتى شي علاقه عاطفيه، يعني هي كانت معتبره انام، وكانت كتعاود ليه على الدراري اللي كتعرفوا داكشي، وقال لي انا كنت كنتقصح من الداخل، ولكن حيتاش انا ما باغيش نخسرها قال لي كنت كنتقبل وكنعفض على راسي باش ديك اللعبه فهمتي ما زعما ما نخسرهاش. فبقى على هذا المنوال، بقى بحال هكا حتى لواحد النهار غتجي عنده غتقول له ودي راه جا واحد السيد خطبني وغادي نتزوج به. فهو ديك الساعه تقصح ديال بصح، قال لها لا وهادي وانا كنبغيه، قالت لي لا، قالت لي انا من الاول كنت قايله لك انا وانت شنو، اللي ما تجيش عندي حتى دابا تقول لي كنبغيك وداك الشيء، انا ما درت حتى شي حاجه، فولد الناس انا راه غادي نتزوج ما بقاو نهضروا حتى شي حاجه. فهنا الاخوان السيد دخل في واحد مرحله الاكتئاب، لانه خسر ديك البنت اللي كيبغيها، انها ما غتبقاش معاه وداك الشيء. فالاخوان هنا غتبدا القصه ديالنا ديال بصح الاخوان، وسمعوا مزيان هادي شنو غادي دير لي. فكيف ما نتوما عارفين كاين بعض العائلات المغربيه فاش البنت ديالهم كتبغي تزوج داكشي كيديروا ليها واحد الشهاده كتسمى شهاده
العذريه يا كيطلبها الزوج اللي غادي يتزوج بديك المراه يا العائله كتبغي تشوفها، كتبغي تشوف الاب كيبغي يشوف هذيك البنت ديالو واش عذراء واش مارست شي حاجه مع شي واحد، خاصو يعرف بنته واش دارت شي حاجه ولا لا. فداك الشيء اللي كان غادي يغفلها الاب ديالها، ما يعلمهاش باللي غادي يدير لها حتى يغفلها، غادي يديها عند طبيب. نادي غديها عند طبيب، غادي يفحص الطبيب يقول لها ودي راه السيده راه فيت مارسات وكتمارس وداك الشيء، فهي فاقده العذريه ديالها. هنا الاب غيتجنن، غيشد البنت ديالو غيضرب فيها يقول لها انت جبتي لي العار وها راجلك وهادي وهادي، وغيقول لها شكون مول هاد الفعله، شكون اللي مشى ضيع لك الشرف ديالك. البنت غتسكت غتقول لي ما غاديش نقول لك، وهذا هو كيعطي العصا. فغادا تفكر غتقول انا ما يمكنش لي انه انا غادي نجبد هذاك اللي دار مول الفعله، لان هي كانت كتبغي، لان داك الاكس ديالها هو اللي دار لها داك الشيء. فشكون وفي من غادي تفكر؟ غتفكر بهذاك الضحيه اللي كان كيصرف عليها، الضحيه اللي كان كيتعامل معاها زوين، الضحيه اللي كان كي في مخصه شي حاجه كتلقى حداها، الضحيه اللي كان صديق ديالها واحد الوقت طويل، هي اللي غادي تتهمه بانه هو اللي ضيع عليها الشرف ديالها. فهاد الشيء اللي كان نيت غادي يمشي دير غيدي البنت ديالو للبوليس وداك الشيء، وغادي يتهمه بانه هو اللي فورصاها، هو اللي دار لها، هو اللي دار لها، هو اللي دار. الاخوان الروايه ديال الاخ اللي صيفط لي القصه ديالو، انا ما شفتش شي حاجه من راسي، هذه الروايه ديالو. فداك الشيء اللي كان مشات دعاتو، مشاو داروا لي استدعاء، جا السيد قال كيفاش هذا؟ قال له واش انا ويشوفها؟ قال او انت كيفاش انا اللي انا ما كنا زعما كنت غير وتخيلوا معايا، ما حيت هو مصدوم من داك الشيء اللي قالتو عليه، ما حيت هو باغي يخرج راسه من داك المشكل، يعني السيد داخ ما عرفش هذيك الصدمه داك الشوك ديال كيفاش هي غدير لي انا هذا الشيء. قال لها واش انا اللي قصتك؟ قالت لي اه. داروا لهم مواجهه، حيت هما عارفين كيكون داك البلان ديال المواجهه وداك الشيء. البوليس كيقول لها واش هاد فلان هو اللي دار لك هذا الشيء؟ اه. واش هذا اللي دار لك؟ اه. واش هو؟ اه. هو كيشوف فيها وداك محسر ومصدوم، وفهمتي قال لي الدموع محبوسين او ميم طون، شادني واحد الغضب في الداخل ديالي، ما حيتي ما عرفتش شنو غادي نقول. قال لي تكواسيت تبلوكيت، كيسولوك يقول لي واش انت اللي درتي؟ كيقول لهم لا، حدو كيدير لهم لا راه ماشي انا. قال لهم ديروا خبره طبيه، ديروا هادي ديروا هادي. هي ما عرفتش شنو كانت مدايره لي شي بلان ولا شي حاجه. قال لي علما انه انا عندي المعرفه وداك الشيء، قال لي مشي ضربت فيها الحبس. قال لي مشي دخلت ديك عامين ديال الحبس، كملت على راسي ودخلت. قال لي تحطموا جميع الاحلام ديالي، قال لي واحد الكونكور قال لي كنت دخلت ليه كنت دافع ليه، قال لي صافي ما بقى لي والو نترسم ونخدم مع الدوله وداك الشيء. قال لي داك الشيء كامل مشى مهب الريح، حيتاش انا ظريف، حيتاش انا مكلخ، حيتاش انا اللي تعاملت زوين، حيتاش انا اللي جبتها لراسي. قال لي انا هاد الشيء كامل انا. قال لي كنت كنمشي مشيت الحبس، قال لي كنجلس بحال هكا، قال لي اليامات كانوا كيدوزوا عليا الطوار ديال بصح، وقال لي بقيت كنفكر وكنقول ماشي قضيه الزهر. قال لي انا اللي جات هادشي لراسي. قال لي هذه قصه للعبره ديال اي واحد مع عمرو ما يعاون شي وحده، هذيك اللعبه دي ما تكونش ظريف. هاي ضربته جابته انه دخل الحبس وهو ما دار لها شي حاجه، وقلت لي زعما شكون اللي دار لها الفعله هذه؟ قال لي انا ما كانش كيسحاب لي راه هي راه ماشي بنت، حيتاش من كثر ما انا كنحترم معاه وداك الشيء هي معمرني. قال لي ولكن انا مأكد بانه هو واحد السيد كان معاه شحال هذه، واحد الدري. قال لي هو اللي كان دار لها داك الشيء حيتاش خلاها وازمها ودخلها في واحد ديبريس. ودابا تخيلوا معايا انها ما جبداتش داك خونا خافت عليه اللي كتبغيه وكتموت عليه، وجبدات الظريف الهبيل الهبيل اللي كيتعامل معاه زوين وداك الشيء. شفتي الدنيا شحال خايبه، وشفتوا الدنيا شحال خايبه. الاخوان انا ماشي نقول لكم الهضره باش نحقدكم على الحياه ولا شي حاجه، ولكن هادشي راه كاين في المجتمع ديالنا. فضرب هذاك المسكين داك السيد ضرب عامين ديالو ديال الحبس. قال لي واش كنصلي؟ قال لي واش كنقرا كتوبه؟ قال لي واش كندير سبور؟ قال لي فتحت دماغي. قال لي ولكن ما بقيت دابا حتى شي خدمه يمكن لي ندفع عليها، لانه السجل ديالي راه ولا موسخ.
قال لي درت واحد المشاريع ديالي، قال لي خدام عليه، قال لي الحمد لله لقيت عائلتي ميسوره عاونوني، قال لي دابا واقف على مشروع ديالي، قال لي انا دابا راه تزوج، قال لي انا عندي دابا البنيته ديالي، قال لي الحمد لله، قال لي غير هاد القصه هادي نصح بها الشباب باش هما ما يطرحوش في هاد البلانات هادو. هي ما عمر شي واحد يقول هادي كنبغيها نتعامل معاها وهادي، قال لي ينسى هاد البلانات هادو يمشي يديها في مستقبله يخدم على راسو. فهادشي اللي كنتمنى القصه تكون عجباتكم، وما تنساوش انكم تبارطاجيو وتعطونا الاراء ديالكم الاخوان، والاولى والاخرى ما عمركم ما ديروا الثقه.